بارك لكم في الجهود اللي بذلت لإعطاء كل ذي حق حقه، ورئيس الهيئة أخ حسان والوفد المرافق جايين عشان الحقيقة يعطونكم ما توصلوا إليه، وأنتم تقريبا الدفعة الأولى وهناك دفعات قادمة، ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق بما يخدم الدين والوطن والمواطن، يخدم أسركم واستقرار بالطريقة النظامية الصحيحة، وهذه الحقيقة يعني تتماشى مع خطط الدولة أو توجه الدولة في 2030، رؤية المملكة فيها، وفي نفس الوقت تعطي المواطن حقا أن هو يأخذ الأولية الأولى بالنسبة للدولة. كلنا هنا خدامين للدين والوطن والمواطن.